أي ذكرى وأي احتفال وأي مناسبة يحملها يوم 22 أفريل من كل سنة لكوكب الأرض، كوكب تعب وهو يناجي البشر كي يحيوا في بيئة سليمة خالية من التلوث والأوبئة. منذ سبعينيات القرن الماضي أدرك العالم أن كوكب الأرض في خطر، فتملك كبرى الدول خوف وهلع كبيرين سيما أمريكا. ظهر ذلك جليا في خطاب السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون وهو يشاهد كميات هائلة من النفط تلوث مياه المحيط الهادي. السنوات بعد إقرار اليوم العالمي للأرض لم تحمل للمعمورة ما يريح رحمها، ليبقى التلوث البيئي سرطانا ينخر مكنون الأرض التي تحملت معظمها وأعربت عن امتعاضها مرارا وتكرارا. وربما يفهم رسائل معمورتنا، في كل هزة أرضية وكل نار أحرقت وكل بركان اجتاح، إلى أن حل بها بعدها وباء كورونا الذي قلب الموازين في بقاع مختلفة منها، بإصابات ووفيات وشوارع خالية ونشاطات مجمدة ومصانع موصدة، حتى يخال لك أن الأرض تطهر نفسها، ما سببه جند الكورونا الذي وإن كان وباء قاتلا للبشر إلى أنه جعل منه محاميا أعاد للجو صفاءه وللطبيعة لونها، ليكون بذلك عبرة لمن يعتبر ومن بعده سيتجرأ على فعل مخل بصحة الأرض ما دامت هي الأصل والسكون والبقاء إلى أن يرثها الله ومن عليها.